مرحبا، شلونكم عيني متابعيني؟ اليوم حابة دردش وياكم، بس أول شي خلي نسوي شاي عراقي مخدر مهيل، وبعدين بنهاية الفيديو نقعد ندردش سوا على موضوع يهم المغتربين العراقيين. إعلان كلش حلو راح يعجبكم. خل نبدي نسوي شاي. أول شي أنا يعجبني أحمس الهيل شوية. هنا أنا المي دا يغلي بالكتلي، هذا شوية دا أحمس الهيل على النار، ينطي طعم كلش طيب يعني. والهيل طبعا حسب الرغبة، إذا عاجبكم نخلي القوري الصغير، احنا نسمي الصغير قوري والكبير كتلي. أضيف نص الكمية، هاي هواية لأن أنا دا أسوي كمية قليلة، والباقي أستعمله بعدين من الهيل. هذا هيجي أضيف شاي سيلاني أسود شاي، هذا ملعقتين كبار من الشاي. أنا استعمل شاي دو غزال وبالعلبة أحسن، يعني بالعلبة بالتنك أكثر يبقى الطعم مع الشاي. شوفوا هذا تنك. هسه شو نسوي؟ المي لازم يكون ديغلي مال الكتلي. شغلت النار جوا القوري، باعوا المي ديغلي. أهم شي أضيف لي شوية أكثر من نص القوري، أضيف مي مغلي على الشاي وانتظر النار متوسطة، انتظر يقلب قلبه نقوله بالعراق، يقلب يعني يعلى. شوفوا بدأ يعلى، بس يفور يغلي شوية دا يصعد أطفي النار. شوفوا هاي راح أطفي النار هسه، أشيله خلاص. شو سوي؟ أخلي الغطا مال القوري وأخليه على الكتلي، أوطي شوية النار فد ربع ساعة وبعدين أصب الشاي. هي هاي التخديرة مال الشاي مالتنا المهيل الطيب. باعو دي يتخدر الشاي ربع ساعة وأبدي أصب. نبدي نصب، أجيب المصفي حتى لا ينزل التلف أو البثل شي يقولوا له. شقد ما تحبوا طوخ، حابي طوخ زيدوا أقل تقدرون تنقصون. وبعدين نكمل المي المغلي حتى نكسر الشاي إذا يكون طوخ غامق، يعني طوخ بالعراقي غامق. وهذا الشاي العراقي المهيل والمخدر ويا الكعك اللي سويته مع اللوز. وهاي الطريقة مع شاي مهيل عراقي مخدر. تفضلوا متابعيني. شلونكم عيني؟ إن شاء الله عجبكم الفيديو شاي المخدر العراقي. وهذا الفيديو برعاية شركة صفاء النسيم، اليوم أول دعاية لي باليوتيوب. كلش مقتنعة بها، يعني عندي تجربة شخصية بها، أهلي قرايبي يعني، خاصة المغتربين العراقيين اللي يعني عايشين، مغتربين عراقيين عايشين برا البلد. هاي الشركة اسمها صفاء النسيم لبيع وشراء بيوت بالعراق أو عقارات، أي نوع عقارات. عنده بيت بالعراق مثلا يخابر نسيم يلدو صاحب الشركة، وهسه أخليكم أرقام تليفوناته جوا بالصندوق الوصف بالديسكريبشن باكس، واي سؤال تحتاجوه على هذا الموضوع هو راح يجاوبكم بالتعليقات جوا. شركة مضمونة 100%، فلوسكم توصل للبنك بالحساب مالتكم. يلا سووا له وكالة رسمية لبيع بيتكم بالعراق او عمارة او اي شيء يعني عندكم املاك بالعراق للمغتربين، مو للعراقيين الموجودين بالعراق. مدى نشجع انه نبيع بيوتنا هناك، بس اللي ما راح يرجع للعراق وما راح ما يقدر يرجع، هاي شغله زينه له يعني. مو لانه اريد اشجع الناس يبيعون بيوتهم يطلعون، لا، اللي طالعين من زمان، خلينا نقول طالعين من زمان قبل ما تصير المشاكل كلها، ولدهم كبروا بالغربه ما يريدون يرجعون، هم كبروا بالسن، اللي يصير شنو؟ انه صعب يرجعون للعراق يبيعون بيوتهم، يا اما ناس قاعده بيه ما تقبل تطلع، خلينا نقول، او مأجري او فارغ راح يخرب. فاحسن شيء انه تبيعوا، وهنا هي
شغلة الأخ نسيم يبيع لكم يا وانتو قاعدين بمكانكم بدون ما تروحون العراق، يعني شغلة مضمونة 100%، ولا أنا ما نزلها بالإعلان أكيد. المهم هسه أترككم ويا نسيم يلدو حتى يحكي لكم هو همينة فد فيديو صغير، وأخلي أرقام التليفونات جوا بصندوق الوصف. مرحبا حبايبي، شلونكم؟ أنا نسيم يلدو، شركة صفا النسيم لشراء الدور والبنايات في العراق. أي واحد عنده بيت يريد يبيعه يتصل بي على 586-222-9659، وإحنا نشتري منه البيت. طبعاً اللي يكون هو عايش خارج العراق، علماً أنه اللي يبيع ويانا ما يحتاج يروح للعراق ولا يجي، هو قاعد بمكانه بأي بلد كان، استراليا، ألمانيا، أمريكا، أوروبا، أي مكان هو يكون خارج العراق ما يعجبه هو يروح للعراق، يبيع بيته يتصل بي وأنا أسهل له كل الأمور، بشرط يستلم فلوسه لي قدام قبل ما يسلمني أي ورقة رسمية، ما يدفع ضريبة، ما يدفع دلالية، ما يدفع أجرة تحويل الفلوس، ويستلم، أعيدها مرة ثانية، اللي يبيع ويانا بيته يستلم فلوسه كامل مكمل لي قدام قبل ما يسلمني الوكالة. ومرة ثانية رقم تليفوني هو 586-222-9659، هذا اللي هو داخل أمريكا، ديترويت ميشيغان، 586-222-9659. المفتاح مالتها اللي يتصل بينا من خارج أمريكا هو 001. شكرا. شركة صفاء النسيم للاستثمار العقاري، مستعدون لشراء الدور والبنايات في العراق وبأحسن الأسعار. الشركة مرخصة قانونيا ونتحمل كافة الضرائب والمصاريف. يتم تسليم المبالغ عن طريق البنوك قبل إتمام المعاملة. لمزيد من المعلومات اتصلوا بنسيم يلدو على هاتف 586-222-9659، إيميل نسيم نبيل@yahoo.com.